بسم الله الرحمن الرحيم. هذا راح يكون درس سريع، بس راح نشوف فيه مثال، اللي هو المثال اللي قدامنا هذا. نبغى كإكسرسايز يعني لك كتمرين. أبغاك تحاول أنك تنفذ المثال هذا، سواء أنت تنفذه على ورق أو أنك، أفضل طبعا أنك تنفذه على ورق يعني عشان يعني تأكد أنك فاهم الأري صح. إذا ما قدرت، حسيت أنه فيه صعوبة ولا شيء، اكتب المثال عندك، نفذه، شوف الاوتبوت حق المثال. وهذا هو المطلوب، وش الاوتبوت حق المثال اللي قدامنا. طبعا وقف الفيديو الان، حاول تسوي اللي قلت لك، وبعد كذا خلنا نرجع ونشوف نستفيد من هالمثال هذا فائدة مهمة جدا. طيب، اتمنى انك تكون حاولت انك تحل المثال هذا، وجربت تشوف وش الاوتبوت حق المثال هذا. طيب خلينا نشوف نسوي تتبع للمثال هذا عشان نفهم وش جالس يسوي في المثال هذا اللي قدامنا. طيب اول شيء هنا راح يعرفنا فيريبل x ويحط فيه القيمه 30. اذا ممكن نقول ان عندنا هذا x وقيمته 30. بعد كذا الخطوة اللي بعدها راح يعرف لنا array اسمها numbers من نوع integers، وحجمها هو x. زين، إذا راح يعرف لنا array اسمها numbers وحجمها 30، لأن يعني x هنا 30. إذا راح يكون عندنا هنا array هنا اسمها، طبعا هنا اكتب numbers، هذا الريفرنس حق الاري، وهنا عندنا الاري فيها العنصر اندكس 0، العنصر الاول والعنصر الثاني والعنصر الثالث وهكذا حتى نصل الى العنصر رقم ايش، اذا كنت يعني فاهم مضبوط وش راح يكون رقم العنصر الاخير. راح يكون رقم العنصر الاخير هو 29، لأننا راح نبدأ من الصفر. إذن هنا هذا العنصر صفر، هذا واحد، هذا اثنين، وهكذا حتى نصل لعنصر 29، وبالتالي يكون عندنا 30 عنصر، وهذه الأري هي numbers. إذن هذا الخطوة الثانية. الآن في الخطوة الثالثة عندنا، أو عفوا في السطر الثالث هنا عندنا، غير قيمة الإكس، صارت قيمة الإكس 60. زين، فإذا راح نجي هنا نغير قيمة الإكس، تكون قيمة الإكس 60. طيب خلونا نعدل قيمة الإكس، تكون قيمة الإكس 60. الشيء المهم هنا عندنا الآن، إحنا لما سوينا الأري كان حجم، اعتمدنا على الفاريبل إكس حتى نعرف حجم الأري، فقلنا حجم الأري 30، فيها 30 elements أو 30 عنصر، لأنه الفاريبل إكس قيمته 30. الآن لما غيرنا قيمة الفاريبل إكس صار قيمته 60، هل راح يتغير حجم الأري ولا لا؟ هذا هو الشيء المهم جدا اللي نبغى نفهمه في المثال هذا. فلذلك هو الان وضع لك، لو تلاحظ هنا راح يطبع لك الاكس، زين، في السيستم اوت برنت لين اكس از، وبعد كذا قيمه الاكس. طبعا واضح جدا انه راح يكون الاوتبوت عندك هنا راح يكون اكس از 30، عفوا 60. زين، لان قيمه الاكس 60. زين، الان المثال اللي بعده، او السطر اللي بعده هنا عندي، زين، راح يكون ال راح يطبع لي السايز حق numbers اللي هو numbers dot length. زي ما قلنا عندنا variable هنا، ممكن احطه كذا صغير يعني حتى انه هذا variable length. زين، هذا variable length. الان السؤال، كم قيمه variable length؟ اول ما سوينا الاري اكيد قيمه variable length 30، لانه هذا حجم الاري. لما تغيرت الاكس الان، هل تغير قيمه length؟ هل الاري زادت ولا لا؟ فكر معي شوي. إذا كنت أنت يعني ما قدرت تسوي، حاول اكتب البرنامج ونفذه في جليت أو في إكليبس، أفضل في جليت أنا عشان تشوف الأري قدامك، وشوف كم يكون، كيف الأري، هل راح يتغير حجمه ولا لا. طيب، فعليا ما راح يتغير حجم الأري. زين، زي ما قلنا احنا وشفنا قبل يعني أسئلة سابقة، انه لما الاري، لما نسوي الاري فانه خلاص حجم الاري ما يتغير ابدا، مجرد انك تحجز الاري زي ما سوينا هنا، مجرد انك تقول new int وبعد كذا حجم الاري هنا اللي تحطه، زين، اللي تضعه،
فإنه ما راح يتغير حجم الأري أبدا. خلاص الأري 30 الأري 30، تبغى الأري تكون 60 لازم تسوي هنا new int وتضع القيمة 60 وتسميها اسم ثاني غير غير numbers مثلا. زين، فإذا كون ان الفاريبل اكس تغير ما يعني ان حجم الاري راح يتغير. مجرد انك تحجز الاري بدون تسوي كرييشن للاري حجم الاري راح يكون ثابت ما يتغير ابدا طوال تنفيذ البرنامج. تبغى الاري بحجم ثاني تحجز الاري جديده بحجم ثاني. هذا شيء مهم جدا 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 لازم تفهمه عن الاري. اذا الاوتبوت حق البرنامج في اخر شيء هنا راح يكون طبعا ما راح اطبع الكلام اللي هي راح يطبع لي الكلام هذا كله كامل، فخلي احط نقط كذا. بعد كذا راح يطبع لي 30 زين numbers.length اللي هو الجزء هذا عندي هنا، هذا راح يكون قيمته هي 30 زين. اذا الغرض مره ثانيه من هنا المثال هذا انك تعرف انه ممكن تحجز الري اي حجم تبغاه زين باستخدام فاريبل زي فاريبل اكس هنا. ممكن الاكس تقرا من المستخدم، تقرا من المستخدم الفاريبل اكس هذا، يعني بدلا من انه يكون عندك اكس جيتس 30 زي الوضع اللي قدامك هنا، ممكن يكون والله الكود لا الكود يكون اس دوت نيكست انت زين، يعني معنى انك تقرا الحجم من المستخدم. فاذا في مرونه بحجم الاري اول ما تسوي الاري فقط، بعد ما انك تحجز الاري مجرد انك نفذت الكلمه هذه مضبوط اللي نيو انت اكس، مجرد انك نفذتها حجزت الاري خلاص ما عاد تغير حجم الري ابدا. تبغى حجم جديد لازم تحجز الري جديده.